معي للحديث عن تراثنا الحضاري وكيف ننقذ عمارتنا التاريخية من التشويه والإهمال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. المهندس محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مشوار حافل مع العمارة والتراث وجهود الحفاظ على كنوز الحضارة المصرية. تخرج أبو سعدة من قسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. بدأ حياته العملية في الإدارة الهندسية بوزارة الثقافة، ثم مديراً لصندوق إنقاذ آثار النوبة. وفي عام 2009 تولى إدارة صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع مكتب الوزير. ويتولى أبو سعدة رئاسة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري منذ عام 2015 وحتى الآن. شارك في تنفيذ البرامج والسياسات والمشروعات الخاصة بالخدمات الثقافية في المحافظات، وفي أعمال المرحلة الأولى والثانية لمشروع المتحف المصري الكبير، وفي إدارة مشروع تطوير الأكاديمية المصرية للفنون في روما، وإنشاء المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، وتطوير متحف أم كلثوم، ودار الكتب المصرية، وقصر عائشة فهمي، والمسرح القومي. عمل المهندس محمد أبو سعدة في مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والخديوية، والعديد من المشروعات القومية والثقافية. كما تبنى العديد من المبادرات والمشروعات الثقافية الرائدة، مثل مشروعي عاش هنا وحكاية شارع ومبادرة اكسب حرفة جميلة والملتقى الدولي للخط العربي ومسابقة تراثي وبنك الكتاب. مثل مصر في العديد من الفعاليات الدولية، ومنها المؤتمر الدولي لحضارات العالم القديم في روسيا، وملتقى التراث العمراني في السعودية. وقد شغل أبو سعدة عضوية العديد من المؤسسات المتخصصة في مجال الفنون والعمارة، منها اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، واللجنة العليا لعودة أصول السينما، واللجنة العليا لصون التراث، ولجنة استغلال الأصول العقارية لوزارة الثقافة.